ولا سيف اصحى يلا عشان صلاة الجمعة. عايز انام مش قادر يا بابا والله العظيم، بص طول الليل سهران ومش قادر يا بابا، هموت وانام والله. انا مال انا بالكلام ده، بقول لك قوم يلا عشان صلاة الجمعة. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. هي الساعة كام دلوقتي يا بابا؟ الساعة 6. نعم 6؟ ودي بقى 6 الصبح ولا 6 المغرب ولا انهي 6 دي بالظبط؟ لا 6 الصبح، قوم يلا بقى عشان تلحق بقى الصلاة. يا خبر اسود ومنيل، يا خبر اسود ومنيل، ده لسه يا بابا فاضل على صلاة الجمعة 6 ساعات. يا ابني ده انت عبال ما تقوم من على السرير وتخش الحمام وتتوضى كده وتفوق كده وتفطر، هتكون الست ساعات دول خلصوا. طب اقتل نفسي ولا اعمل ايه؟ اقتل نفسي ولا اعمل ايه عشان ترتاح يا بابا؟ بابا الكلام بقى اللي انت بتقول عليه ده كله ما ياخدش فيه دي 5 دقايق. بقول لك يا بابا بص عشان انا جبت اخري، بص يا بابا انا هنام يا بابا، مش عايز حد يصحيني لو سمحت، وانت طالع بعد اذنك اقفل النور وراك. طب وربنا ما نطفي النور عشان قله ادبك دي، وخلي بالك هي كلها ربع ساعه وهاجي اصحيك تاني، انت حر. استغفر الله العظيم يا رب، فين الشبشب؟ فين الشبشب؟ انا هكسر ام اللمبه اهي. بس اديني كسرت اللمبه اهو، شوف بقى هتولع النور ازاي.